فكرة ان معين الشعباني بيواجه فرقة دربها بتفرق، بيبقى عارف اغلب العناصر، بيبقى عارف الاجواء عاملة ازاي، وبالتالي النهاردة ممكن يبقى هو عنده يعني زيادة واحد، عنده نقطة في صالحه يعني. اكيد طبعا دي هتفرق معاه، وكمان هتخلي عنده رغبة انه يعني يثبت حاجات وبتاع، يحقق نتيجة ايجابية طبعا على الاقل يعني. لكن هو في مجمل الموضوع صحيح، ده تاني مباراة لمعين الشعب. لا انت كده سترة الشعباني تاني. لا ما تروحش انت كمان تاني مباراة لمعين الشعباني. فبالنسبة لسامي كليوباترا يعني لسه ما لعبته، ما انسجمتش مثلا اقصى حاجة زي نقدر نقول مثلا ان هم اتعودوا عليه او عرفوا هضموا طريقة لعبه. لكن انا الثابت في الامر اللي انا شايفه بالنسبه للفرقتين ان المصري الوضع اللي هو فيه حتى ولو كان مقبول لكن هو لا يتناسب مع طموح النادي المصري طبعا، وان هو في المركز العاشر وفي 21 نقطه، بالذات انه في اخر كام سنه المصري متعود انه دايما في المربع يعني. بالظبط، نظر تغيير كتير حقيقه، وكان برده في لعيبه كتير مشوا من مصر. بالنسبه برده لفرقه سيراميكا كليوباترا انا شايف برده ان موقعه في الجدول لا يتناسب مع السكواد خالص بتاعه، ولا حتى كان في تدعيمات جت، وكان على فكره كان بادئ بموسم مستقر مع احمد سامي وبدايه كويسه، بادئ من الموسم اللي فات احمد سامي في نهايه الموسم كان متولي المسؤوليه. فالموضوع مش دي افضل نتيجه تتوقعها من الاثنين. الطبيعي اللي احنا عارفين الفرقه دي مباراه النهارده تبقى مباراه مفتوحه، الاثنين عندهم طمع، المفروض الاثنين عندهم طموح يطلعوا سنه لقدام. خلي بالك 18 نقطه مش بعيد عن المركز الاخير صح، فده اللي مخلي الامور برده مضغوط على فرقه سيراميكا كليوباترا. بس ان شاء الله زي ما انت قلت دي نقطه مهمه جدا، انه سيراميكا كليوباترا عنده 18 نقطه، صاحب المركز الاخير عنده 13 نقطه، يعني فرق 5 نقط فقط لا غير، ده مباراتين ولا حاجه. وهنتكلم عن نقطة تانية، بأنه أول لقاء في الدوري للفرقتين كان المصري وجها لوجه مع سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا حقق فوز كبير جدا طمع الناس في أن النسخة دي من سيراميكا كليوباترا هيقدموا موسم قوي، لما فازوا على المصري بـ3 أهداف مقابل لا شيء. بعد الفاصل نكمل كلامنا، خليكم معنا.